بفضل الله سبحانه وتعالى حققنا نتائج كبيرة كما شرتي لي، كانت السيطرة على جميع الأصعدة. هذا نتيجة العمل اللي وفرت لنا الظروف، يعني هذه 4 سنين هذه وحنا درنا واحد المشروع مع الجامعة الملكية أشر عليه السيد الرئيس، واليوم نحن نجني الثمار ديال هذا الشيء، والقادم أفضل إن شاء الله. فهو تتويج أولا مستقل بذاته، لأن راه فيه لقب، راه حنا أبطال العرب وأبطال إفريقيا، ثم جا في وقت المناسب باش نكونوا كذلك ناخذوا محطة لتهيئ لكأس العالم المقبلة. الحمد لله هذا بفضل الله عز وجل، نشكره بزاف، وهذا بفضل السي هشام التكيك وفضل الأصدقاء ديالنا كاملين اللي حققنا النتيجة، وكما قلتي جميع الجوائز خديناهم. والحمد لله هذه البطولة العربية كانت بطولة قوية، فيها منتخبات محترمين بزاف، ولكن الحمد لله بحكم التجربة ديال اللاعبين ديالنا تمكنا من الفوز بها. وكما قلتي هذيك التجربة هي اللي خلات هاد الجوائز كلهم الحمد لله يربحوا بهم الدراري ان شاء الله. أول شيء الحمد لله على الانتصار، وكيف قلتي المنتخب المغربي حصد الأخضر واليابس، هذاك الشيء ما جاش عن محض الصدفة كي تنقولوا، ولكن جا بعد واحد العمل جبار لمن الطاقم التقني، لمن اللاعبين تاهما اللي خداو هاد الجوائز، والمجموعة كاملة هي، والحمد لله ربي ما خيبناش وقدرنا نفرحوا الجمهور المغربي بهذا الانتصار اللي كان هديو لجميع المغاربة الحمد لله. شكرا.